السلام عليكم. في فيديو جديد من مادة PMMT. طبعا في هذا الفيديو راح نتكلم او راح نغطي فقط مقدمة المادة، وراح نعرف وش المواضيع اللي راح نغطيها طول هذه الفترة. طبعا راح نتكلم عن مواضيع مختلفة، منها Problem Solving اللي فيها هي Paired Analysis، CPI والSPI والProject Crashing. بس قبل لا راح نبدأ في شرح هذه الأمور، طبعا لكل واحد إن شاء الله راح يكون فيديو مخصص، راح نبدأ في أول فيديو اللي هو عبارة عن النتوركينج. ليش راح نتكلم كيف نرسم النتوركينج؟ لأن النتوركينج هي أساس هذا الحل problem solving. فنحن لازم نتعلم كيف نرسم شيء اسمه نتوركينج، وكيف نطلع اللي هو الباث او الكريتيكال باث. فلما نتعلم كيف نطلع الكريتيكال باث ونرسم نتوركينج، راح نقدر نحل اللي هو البيرت اناليزز والسي بي اي والاس بي اي والبروجكت كراشينج. طبعا راح نبدا بالترتيب، كل صنف له فيديو خاص، وانتم عشان تسهلوا لنفسكم يكون الفيديوهات مرتبة عندكم. طبعا لا تبحثوا بالفيديو بشكل عشوائي، لما تدخلوا على قناتي تروحوا على شيء اسمه وش البلاي ليست. اول ما تفتحوا البلاي ليست راح تشوفوا هناك طبعا مواد مختلفة، اختاروا مادة PMMT، لكن في اثنين من الليست بالPMMT، واحد للميدتيرم والثاني للفاينل. طبعا انتوا روحوا PMMT في مكتوب عليه فاينل، اضغطوا على هذا البلاي ليست وراح يفتح الفيديوهات ابتداء من هذا الفيديو ونحن طالعين. ان شاء الله الفيديو اللي بعد هذا راح يكون عن النتوركينج، وبعدين راح نبدا نشرح اللي هو البيرت اناليزز، السي بي اي والاس بي اي والبروجكت كراشينج. بعد ما نخلص من شارحين كل هذه الامور، وهي الامور الاساسيه اللي انا اعتبرها في هذه الماده، اما باقي الاشياء تعتبر اللي هي يعني حشو كلام فقط، يعني لازم نفهم المواضيع عشان نقدر نشرح فيه. طبعا راح نتكلم عن الديفينيشن، يعني معنى البروجكت والبروجكت مانجمنت وش هو، الفاكتورز اوف بروجكت سكسس اند الفيلر اند دايلي. وبعدين نتكلم عن النوليدج ارياز اللي هو يكون في السكوب مانجمنت، سكوب كريب، الكوست مانجمنت والشيدول مانجمنت. راح نتكلم عليهم هذيلا في نهايه المنهج ان شاء الله، لكن يكون تركيزنا الاول في البروبلم سولفينج اللي هي فيها البيرت والاناليزز. طبعا مثل ما خبرتكم سابقا ان قبل لا نبدا في هذه الفيديوهات لازم نركز على الفيديو اللي من بعد هذا يتكلم عن النتوركينج وكيف استخراج الباث، ونتعلم كل شيء في الفيديو القادم عشان راح يسهل علينا الاشياء اللي تجي من بعد ان شاء الله. طبعا ماده سهله، ماده بسيطه، بس يحتاج لنا شويه تركيز ان شاء الله. طبعا المقدمة انتهت في هذا الفيديو ان شاء الله، ومن الفيديو القادم راح نتكلم عن التوركينج. ألقاكم بالفيديو القادم ان شاء الله.